صلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين كسوش الرأي يعني العقيدة الطحاوية وحين أقدم بيئي شيخ هذا القوت المامي النبي صلى الله عليه وسلم إن لا صدري تطق أردن ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن عام أحي هذا الكسائن أقدم بيئي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلا صدري يعني شن إيه إنسي دمان تطبع الله صدري نبينا وحول صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة نبي أن بيده ركم ذي وحوها من الله صدر قول ذي سأكلية لكن أنه وحل صدر إدفت أردن بالي صدر إلهينا وحولين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يعني دفت أردن الله صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإلهينا وشيبية قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا وعد قتل هذا دضو وحانا هاي مذ ليدين صدري أمانتين ليدين صدري أمانتين ليدين صدري وحكروا إلى هاي يدين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذيرا مركع عدي ترى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالتي سوحي كبار أهي عد جارة سيدة عرب أو كلي جار كو أحي أما أنا قال لي ما صادرين أما تدع الله صادرين النال بشرة عدي ترى هذا القرآن كم يبين إذا سيدة سأود يدوح النقطة إذا قال قم إلا ذا إسلام كواكب حياة سأود بإمام الشافعي وحوكش كتاب الأم إنه يعني منك يهود أي النصارى أي كم ديهين قال اعتقاد سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه رسولها وأشهد أن يشهد أن لا إله إلا الله وإلهه وأشهد أن محمد رسول الله نورنيا لكن وحي اعتقاد سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة سيدنا كوكار طهي عرب أو كنية وكإمام الشافعي وحو تلمام يا قواس يقوى الشهادتين في كل واقية قارنا يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حدنا إنا إنا مركا مسلمين أهين وأين يكو إسلامين إلى أي لهدان يعني مركا وحلو صدر إلى الخلق جميعا إلى وكل واقم تكود وأشهد أن محمد رسول الله إلى الخلق جميعا إلى أي لهده يعني ما إسلامي ويأر كفر واعتقاد سيها كفر قاس إلا وكسبته أو كبح توبة أمسونا نيسون إمام الشافعي بأرنك كشيغي كتاب الأنبوكو تلمامي شهادتين كي وكل واقعي ومرك اعتقاديين رسالة النبي محمدين عربكو قارتهاي أي وحدة شهادتين كي تروايين إسلام نمن أقوب تميوين مركا وإن لا اعتقادي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه عامتهاي أنبياء ذهري لكن رسالوين كود وحيا هاي خاص وعيد قارة اللوسو ديريكري إذ الله صدره توحيدك يا أصوش أنبياد أي كم ليسيهين للصو وددري إذ الله عدي أي أشيغان إذ وركيدو قاره حجدوا كقنطي فاعتانك أي راعي وايان إذ قال لماذا كباق النقضان الشركي كبح وايان وحي النقنيسا إن الحجدي ديدين بين النقنيسا وكعيد الله عدي وركاسي قاره أقبل وإذا عد الله صدر ها أهاته أما إذا الله صدر ها أهاته قد مركة توحيد كي أي شقادا وآيان وشركة كتل وآيان يدو الرسول يعني حجوين كي سيقارين وحي نقر إيسا إني عقاب متيصنية النار تهن كوارا أبدا الآباد إني متيصنية وانا لماذا وشيع ولماذا قاركوذ أي كغت شوابان وانا اللي بدأ وشيع ولما ذا قاركوذ ايكا جوابان اشكال مركز لك يعني كصاف صن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة او نوح رسالة دي سؤال خاص احي محال لو وده لاغي وح الله وحي ارلادة شوغي محال لو وده لاغي مركا حافظ ابن حجر النووي هدان متكود هدان لبده دب الشيء متكود بع شروح ده في الشيء كتري أنا لبده دب الشيء يانا وأملاينيا شرح مسلم كيف فتح الباري
marka culimada qaar waxay yidhaahdeen oo kaga jawaabeen, marka horeba arlada waxa joogay oo keliya waxay ahaayeen qowmu Nuux oo keliya. Marka ictibaarka haddii laga eego in qowmkiisii loo soo diray risaaladiisu waxay ahayd khaas, oo xadiisku gudagelaya wa kaana nabiy yubcasu ilaa qowmihi khaasa, marka laga eego cidda arlada joogtay oo dhan in loo soo dirana wejigaana caam bay ka noqonaysaa. Marka laba ictibaar buu leeyahay, ictibaar caama iyo ictibaar khaasa ayaa risaaladii nabiy Nuux lahayd. Xadiiskana waa ku guda jirtaa wakaan nabiy yubcasu ilaa qowmihi khaasa, taasi waa jawaab. Jawaabta labaad ee marka ay sheegeen waxay tahay ahlucilmigu oo labada sheekh haddayna wada sheegeen mid ahaan uu sheegayo, risaaladiisu gaar baha ahaatee dadkana dhulka ha joogaan arrinta tawxiidka rususha ka midaysay ee lala soo wada diray. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أرنك الرسوش ولا لصوا وضجر التوحيد كأها شرك جنا إن لقدقوا لنهي أها ولا حاران تنميه تاسعد ألا عدي أقار وركيد وحجد كوقنت حجد وقصقناتي وحانا يكدق أنتها رسول الله صدري إن ديلي كي حتى الله صدري sida saawadeed baa lagu cadaabayaa ciddii markaa raaci weyda. Marka sidaa saawade waxa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen in waxa weeye usuushii inay ka qaataan inay diideen oo tawxiidkii u hoggaansamaan oo shirkigii iyo kufrigii ka tagaan inay markaa diideen, yacni marka ummadihii kale xataa aan qowmu Nuux ahayna ay diideen. Sidaas aawadeed baa ciqaabka loogu wada camimay oo dhammaan loo wada halaagay. Marka cala kulli xaal taasna sidaas yadaa weeye. Marka cudurdaar ma aha ilaah oo aniga rasuulaad ii soo dirtay iyama iman cudurdaar noqonayso, waayo macnaha markaysa xujadu inay ku quntuun hadday tahay waxay cadaabku u baaqanaya. Wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabacaa rasuula رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حجتي انه مركا يعني النبي نوح انه اوغو يا النبي شعيب انه اوغو يا النبي كلا انه اوغو فرق ما كلا لها، يعني وصف عبرة لما اها فاوغيا مر هضي اصلا رسول شو كودا مليسين ولما انتو كودا باقيان اي تحي وحفارق معتبرا ما اها، yacni nebigii igu oogay ee ii sheegay yacni ma ahayn nebi aniga lay soo diray ma ahayn xujo noqon mayso. Marka cala kulli xaal mas'aladaasna sidaas yadaa weeye, waa mas'alo muhiima. Ahlucilmu waxay kaloo isweydiiyaan jinka rusul gaara ma loo soo diray mise looma soo dirin. Culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni jinka rusul gaara waa loo soo diray. waayo ilaahay waxa uu yidhi macshara aljinni walinsi alam yaatikum rusulun minkum, marka qolo kastaba rusul ka mida in loo soo diray baa ka dhalanaysa bay yidhahdeen. Culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen muqaatil baana ka mida, sida shaarixba soo naqlinay. Muqaatil qowlkiisa waa qowl aakhar, waa qowl kale. Yacni culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen taabiciinta qaarna laga soo naqliyey, yacni rususha ilaahay wuxuu ka soo saari jiray insiga, jinkana nudur baa ka soo bixi jiray qaaridiga oo ducaada ah, laakiin rusuli kama soo bixi jirin. Ictibaarka markaa la yidhi alam yaatikum rusulun minkumna waxaa laga tilmaamayaa majmuuciinay ka mid yihiin, oo bimacnaa marka la ysku kiin daro idinkuunbuu idinka soo baxay. Jin iyo insi hadda waxaa ka dhigtaa bal qolo keliya ka dhig, idinkuunbuu ka soo baxay. Marka waxay ku rumoobi kartaa qolo ahaan inuu ka soo baxo, rusushaasi ka soo baxaan ayay ku rumoodi kartaa. Waxaana ay daliishanayaan culammada odhanaya waxa weeye jinka rusul gaara looma soo dirin. Hadalkii markaa waxa weeye jinka uu ilaahay ka xikaayoodee ay yidhaahdeen innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa, oo in muuse markiisa waxaad markaa mursal u ahaa oo loo soo diray oo ay tabac dadka u ahaayeen ayay markaa taasna laga fahmaya. waxa uu musanifku yidhi wa huwa almabcuus, arrinka hore ah yacni dacwada nubuwada la sheegtaa inay kufri tahay horey naga soo warramay.
waxa la mid ah markii isaga nabinimo la sheegto waxa la misaala in la yiraahdo waa lay waxyooda ama ilaahay baa wax ii sheegay ama in la yiraahdo jibriil baa ii yimaado markii isaga ii warama yacni umuuraha noocaas waxay tahay waa waxyi sheegasho ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله صدح لأرنا آية الأشياء في لغد عابة وكفر وإن قشرة سوى الشيء وكل دعوة نبوة النبي نمك الله الشيكت لما انتهت بعده نبي محمد صلى الله عليه وسلم دبدي للشيكت فغي بادي وهو هو وي يعني شرعي خلافا اهن ماها وهو كفر وقالمه وهو مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث وكيل صوصار إلى عامة الجن تنك دمان تي الله صدري وكافة الورى خلقك دمان تودن الله صدري ومن باب مركا وحوي عطف عام على الخاص خاص بالا صوشي وتنك خلقك كمدا أي الله صوشي خدنا وحوي خلقك بالا عطف العلم مسألة سويدية باتروك صافصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله صدر الملائكة مرسل ما أوها يوم الله صدر مثل الله صدر خلاف ذلك الصغر عفيد بن حجر نوح قدوة الرمي تشريك إصابة يعني مركب مقدمة دي ده الكاسب قدوة الرمي تشريك بعض أهل العلم بوحى إليه ما دام إلهي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ملائكتنا أي عالمين تكمتهاي إن ملائكتنا الله صدر دليل تهاي آياته قول كاسوا جرا قول اهل العلم يقارقود اي طبان وساخل افسنا واجرا قول marka waxa weey caalamintaa waxa looga jeedaa waa umum khusus looga jeedo jinki iyo insigo dhan baa looga jeedaa ee malaa'iktu ma soo galayaan bil haqqi haqqa la la soo diray xaalu marka yahay multabisan bil haqqi wal huda haqqi ya hanun marka xaalu yahay mid ku dheehan baa la soo diray wa bin nuri wad diyaay wa bin nuri iftiin mid ku dheehan iyo wad diyaay yaani marka waxa weey labadu waa isla macne waxa qawisan laakiin diyaaga qawisan fa qorraxda iftiinkeedana waxa la yiraahdaa diyaa baa la yiraahdaa ka dayaxana nuur baa la yiraahdaa wa bin nuuri marka nuur buu la soo diray wa diyaai marka isaga ilaahay xoog badan ayuu la soo diray bimacna waxa weeye hanuunkii lala soo diraa lagu shabahayaa in nuur aad u xoog badan inuu yahay wa xaqiibu nuuri waa nuur macnawi ah wa inna alqur'aana وحانو كالو عرنينا قرآنك كلام الله يادلك إلهي ويمنه بدأ حق إلهي بكسو ظاهري بمعنى كسو مغضى بلا كيفية كيفية يقاب يعني أبوهض لي وإنه قرن إلى أنت قولا يعني مركا إنه يهي مصدر من غير لفظه إنه يهي مركي سيغى حال بلا قدقه حال يهي مركي سيغى مقولا مثل أبوهض لي ويهي أو إلهي أبوهض لي وأنزله إلهي وسود تشي القرآن كعلى رسوله رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرت سود تشي وحيا حاله يهي مركي سلام مثل لو وحي يودي بهي أي موحا وصدقه المؤمنون مؤمنين توار رميا على ذلك سلاس فيكون رميا حقا أي تصديقا رمينا حقا حقا وأيقنوا وحيقن صدين أنه كلام الله إنه هذا الكيلهي أنه قرآنك كلام الله هذا الكيلهي إنه يهي تعالى إلهي كري بالحقيقة حقيقة هو يهي مجازان ونوهي ليس بمخلوق مخلوق معها يعني قرآنك ككلام البرية سيدة خلقك هذا الكوذب ومخلوق يهي مخلوق معها فمن سمعه ككستؤم مقلأ فزعام مركا يعني شيكتام اعتقادية أنه كلام البشر أنه قرآنك كلام البشر هذا البني آدم وياي فقد كفر وقالوا به وقد ذمه الله إلهي وعيبيي وعابه وعيبيي وأوعده حقوقودي بسقر سقر حقوقودي حيث قال تعالى بورت إلهي أجري إن هذا إلا قول البشر يعني مركا وحوي بورت شخص قاسي أجري إن هذا إلا قول البشر marka cidii sheegatay inuu hadal bini aadam yahay ilaahay wuxuu ku xukumay inuu gaal yahay in hada qortu yiri marka kaasi in hada ay ma hada kaasi ma ahan illa qawlul bashari kaaso quraanka hadal bini aadam wuu wax kale ma ahan ilaahay waa gaalisi arimna waxaynu ogaanay wa ay qanna yaqiinsanay annahu qawlu khaliqil bashari يعني كي بني آدم كأبوري هذا الكيسي من بيهاي
ولا يشبه قول البشر هذا الكبن آدم كإنا نشبه سداسا أقوان سنة وقرنا مسألة الشيخ هل كغور رميا ومسألة عظيمة ومسألة آدوين وانا مسألة مركا هذا ليس هو خلافي وضد فربضني أي كسم بن رحلين كن اللمين أقواش كسبنا وإنه الشيخ مركا الشيخ الشارح والشيخ إلا سقال قول بشيخية إنك سو قولك ورا قولك مركا وحوي فرق إسلامي كانوا كم إذا هين قولك مركا يساحق قال هذا قار كودك حكاية ذي يعني لما يسترون وحي لغا يريد مركا ولما يستر أيوه أيوم بو كان أو صدرك أقواش لغا يريد تدوح يرادين وقوة معتزلة ليرادين يعني إلهي الكلام بأسقنا هذا الكلام كاسنا وشيء أبوري أو كو أبوري يعني ملك لو كو أبوري إصابة منفصل كابو إلهي أبوري وأنا مخلوق كلام الله بان ليرادة أبوريتان كو إلهي أبوري قال الله قلنس بينيا قلنا معتزلة قلل سنة أساس إلهي امتحان يا دبا سبضنا مسلمين توا مركيين او اي كومركا دونين كو اجبارا اعتقاد كاين كو خصبا ارن كودنا وا اسكا مفتوح يغ وا فدي حديثي هايو وا مركا مفروغ منه وا لغا فاروق بمعنى قول كود باطل لمدي سو حوي وا منو عدي هي ويان وحي مركا كدغيان هذلكي او مقلي نبي موسى إنه هذا المركب مخلوق أو إلى هاي جيت كو أبوري جيت كان أو كمغلق وحلا يدو جيت كمركب أقول نقول ويا صفق ويا وحلا إلى هذا شيء الصفضة هذول محل كقوم محل كا وكقوم أي أي صفة ونقطة ما جعنا يستقالوا قدرية محل كا ما جع الله قدرية حلوا ويا جيت كان متكلم هذا لي محل الكلام كجيت كله وصفين ويا فكروا حي كوري مريسا أدلة كتاب كي السندة أي كوري مريس كلام كستو إلى هاي ميل وكو أبو ريها ديو مخلوق يعني ومخلوقة يعني هذي كلام أنه قنيسا وحي أنه قنيسا إن هذا الكبني آدم كو أبو ري إلى هاي السييبة إلا إلى هو كلام إلهي أنا باطل أرن كنعس كفريات كي وحلوها الضياء وكلام إلهي إلا إلى هذا أي كدر نيس باعتبار إنه أبو ري تصنعوا حلق قرني باطل لمدى إذا عقل هو قرني عقل جبا ولو قرنية وهكما إذا أقواش كلا أقوال هذه بسكودة دو وقليها مركا ليلة كلابية يما تريد يدي أشاعر ذو يقنا كفر عمي ومثلا كقاتي يعني مركا واصل عقبان وإلا إلى هذا كلام صفة إلهي وأيوات شراه وأنا لغو صفين يا إلهي هذا كلام كو حلوقة شذا يعني ومعنى قائم بذاته معنى إلهي ذات ذي سكقمي أو أن انفصال كرن أو أن تبعض كرن أو أن قيب سمي كرن أو إن لمقلاء نسوره كرن أو أن حرف يصوب من ناهي أو أزلي قديم أو أن أول لحي أو أن مشيئك تعلقي كاسو هذه مر عربي لغة عبر القرآن نقرأي هذه السرياني اللغة اللي لها لغة عبرنا إنجيل نقرأي هذه اللغة العبرية اللغة عبرنا يعني النقنية ثورات النقنية وهكذا وانا معنى واحدة هو مركة يسرح المركة أن تعدد كريم قول كاس أشاعر ذا أوتي المامي أشاعر ذا فرع ويهي وحيك فرع تاهي قول ذا كل أبيض اللي يلاده كل أبيض وحوهي أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب نين ليلاده أي مركا أنس بشيكتا وأي كقاتين مركا اعتقاداتك قاركود ومركو اعتزالك قصوا بحي مسائش كلامك وحاو كقاتين نكاس نكاس إنه مسألة ذن يعني كلامك وحيالو كسن بريحوهي كمثال مركا وحاو يري قرآن كان هذا مركا عربي اللي يقانناه وحكاية عن كلام الله لا
لكن حقيقة كلام كإلهي ومأها مجازهان با كلام كإلهي اللوغو مقا عارا إحكاية وحكيها وكاق الصورة يا أمام التلي يا إلهي هذا الكيس سيدا سائبن كلاب ويري قريها أشاعر هذا لكي مركي تقاتين يرو التعديل يكو السمية أي وحكي رب الدري وحي إلى هذه الحكاية الأورن ما هي عبارة الأورن هي كلام كي لها عبارة كيها وحي إلى هذه الوحن الحكاية وقال لها حنا حاكيها يمحكيها ويس شبهان كوح متلية يوح متلية إني بسوية بيين بالاقة قادرية هذا الكي لها هنا وحو يجي مجروب ما دام السيدة اسمركا أي تهي وإلا إلى هذا عبار هذا الكي لها كيها حكاية كما أحب انت كلام السيدة بيوقاتي انت كلنا سيدي بوقاته مركا وحي قبان لو بدعو ولا بدعو اي خطر ليين ان الله لا يتكلم بحرف ولا صوت الهي الصوت هي حرف مدنا بكما هذا لبيين اذكر وحي مركا يعني حروفا كلام كان يعني مركا ذو الحروف حروف تأو الصاحب كأه الهي كما هذا لنا كما دواقي بدعاد اللبابة يقبان وحي تهي وأزلي أما الشيء هذا إلهي كما التعلق ذو هدو دون إلهي ما هذا له هدو دون استمدعي سلف كنا وحي إلى إن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء يتكلم بحرف وصوت وكلام الله غير مخلوق عبارات كالسلف كولي إجماعية بالغسر نقليين الساسي تلمامية الفتح ذي قرنه يعني لقصوا نقي تابعينتي خاصة يعني مركة أتباع تابعينتي لقصوا هرق سلاسية المامي إنه كلام كإلهي مشيادي سكو تعلقه وهدو دونا إلهي هذلي هدو دونا نعنو هذلي وحو دونا إلهي كو هذلي أما قاسدة أما اللغة إلهي وحو دونا إنه كو هذلي قاسو دونا إنه هذلي يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بيده يدو مركا واقوين إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وحيدا ذي الحدوث إيه وحبا مركا إسلا لغا قادن كرا يعني صفة كلام كادي لأيه لغا اعتبار بيلي وصفة ذاتية اعتبار مركا لغا يغو سكرا مركا الله يغانا وصفة فعلية وإلهي مشيادي سيكو تعلقه وحيالها الصفة الصفات الفعلية أهل العلم وحي إلى ذلك يعني وحوي وصفة فعل كان وحلي وصفة إلهي مشيادي سكوت تعلق به وقديمة النوع حادثة الأحد أهل العلم ساصي لنا صفة مركة فعل إلهي خاصة وحوي مركة كلام خلق أي كمده وقديمة النوع نوعها وأهر رسول الله ذاتهم وبصفة إسناء إنه وحضور إنه وحرزاق إنه وحضل أول مرحة لكن وحادثة الأحاد أفراد ذي مركة لأيضا يمن ملكيدة وعد معينة أبو رتانك وأبو ري عد معينة أرزاقست وأرزاقي هذا المعينة يعني أردك وأردنا يا أما أقو هذا لي تاسي وحادث مية قديمة النوع حادثة الآحاد نوع أهم بيؤه الرئيسي أفراد أهان يمن من أهم بيؤسل به وأبو رسل إلهينا أبو ري النقا وحوي واحد لكن إلهينا وح أبو را وقديم ومركي سوحا المركي أول مرها وأزل ولي إلهينا وح أبو را وخصف إسلام ولو متعلق يديان أمم به صين هرب أصول شرم لكن عد معينة أبو رتانك وأبو روي زيد يا فارح يا عمر وأبو روي وأسود رهيد إنه هبل يا هبل مركة أرزاقانا وأسود رهيد لكن إنه وح أرزاق وكنا عهان وحنا أبو رو هذلنا قديم بيئة هيدا أول مرة مكا قاعدة أسنوى قاعدة من قديمة النوع حادثة الأحد وحان لم يعنى تهذا كي سلف عبران يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سيدا سيدا أبي مركا لم يعنى
baadilaya xuduus xadaan meel uga soo gali kartaa jawaabteedu waxay tahay ilaahay wuxuu wamaa yaatihim min dikri min rabbihim muxdasin ila istamacuu wahum yalcabuun xuduuskaasna waxaa lagu xambaarayaa marka kalaam mucayana hadalka uu ilaahay ku hadlaa wuxuu noqon karaa muxdas laakiin inuu hadlaa iyadu waa qadiim awal malah mashiaal inagu tacalluqsiya waxaa laga qaadanaya inama amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakun yacnii in kaleba maaha amarkiisu ilaahay hadduu shay doono inuu abuuro waa inuu yidhaahdo kun ahow fayaquul markaasaa shaygu ahaanaya marka shay markuu doono inuu abuuro wuxuu odhanayaa kun mufasiriinta qaarkood halkaa waxay yidhahdaan ilaahay maba doono inuu kun maba yidhaahdee wuxuu doonaa inuu kun yidhaahdo kun markuu doono ayuu doodna shaygi markiisaxan abuurma waxay ka cararayaan waxay ka cararayaan in la yidhahdo ilaahay xuruufku ku hadla waxay ku dhisantay kalaamka ilaahay waa nafsi xaraf iyo sawd midna maaha laakiin way ku dhuubayaana waxay ka odhanayaan kun in la yidhahdo waxa ka fudud inuu doono inuu kun yidhaahdo markaa maba yidhaahdee waxa uu doonaa inuu yidhaahdo markaasi ashyaadu abuurantaa yaanu kuu runi taasna marka waxa weye saakiidaa wey waxay ka qabaan marka laysku daro nimanka kullaabiyada maaturiidiyada ashaacirada kalaamka xuruufta u saaxiibka ah inuu makhluuq yahay bay isla qabaan oo isla ogoliy inuu makhluuq yahay bay qabaan laakiin waxay leeyihiin markay leeyihin kalaamka ilaahay makhluuq ma aha iyagu waxay uga jeedaan macaanida ilaahay daatadiisa ku jirtaan ka sooba infisaali karin taasay leeyihiin makhluuq ma aha laakiin kalaamka xuruufta u saaxiibka ah haddii aad weydiiso ictiqaadka inay kaa qariyaan waa suurowdaa laakiin waxay caqiidaysan yihiin kutubtooda qaarkoodna ku nasgaraysan inay qabaan inuu makhluuq yahay ahlu cilmiguna saasay u sheegeen culamo badan baa u sheegay ahlu cilmi badan ayaa u sheegay sheikhul albani waxa uu ka odhanayaa marka sharaxa saxaawiyada marka uu yani sharxayo walaa nujaadilu fi lqur'aani wanashhadu annahu kalaamu llah waa meel dambe uu ku keeni doono ayuu wuxuu odhanayaa qultu inna min akbar alfitan alatii asaabat bacda alfiraq alislaamiyati bisababi cilmi alkalaami annahu inxarafa bihim can aliimaani biana alqur'aan alkariima huwa kalaamu rabbi alcaalamiina xaqiiqatan laa majaazan ama almuctazilatu aladiina yaquuluuna biannahu makhluuqun faamruhum fi dalika waadixun mafduux lakin hunaaka daa'ifatun tantami ila sunnati wataruddu cala almuctazilati hada alqawla wagayrahu miman xarafuu fiihi can alislaam alaa wahum alashaaciratu waalmaturiidiya fainahum fi lxaqiiqati muwaafiquuna lilmuctazilati fi qawlihim bikhalqi alqur'aan waanahu laysa min qawli rabbi alcaalamiin ila annahum laa yufsixuuna bidalika wayatasattaruuna waraa tafsiirihim lilkalaami alilaahiyi biannahu kalaamu nafsiyun qadiimun gayru masmuucin min axadin min almalaa'ikati waalmursaliin waanahu tacaala laa yatakallamu idaa shaa waanahu mutakallimun mundu alazal waxa uu sidaa ku odhanayaa markiisaxa markaa sharxun watacliiq caqidatu aaxaawiya safxada 7 iyo 50 ilaa 8 iyo 50 keligii ma sheegin ibnu cusaymiin markuu sharxayo waadiqyada waxa uu isbarbardhigayaa muctazilada iyo ashaacirada waxaanu odhanayaa waxay isku waafaqsan yihiin qur'aankan xuruufta u saaxiibka inuu makhluuq yahay laakiin waxay ku kala tagan yihiin qolada marka muctaziladu waxay leeyihiin in allaha yatakallamu idaa shaa wamataa shaa wakayfa shaa laakiin ashaaciradu waxay leeyihiin mashyaa kuma xidhna kalaamka ilaahay waa kow waa midda kale waxay ictiqaadkoodu waa khilaafeen hase ahaatee waxaa sii fogaansho badan buu odhanayaa mas'alada mucayanka ah ee kalaamka qolada ashaacirada sii fog buu odhanaya muctaziladaaba sokaysa saasuu markaa cusaymiin ku odhanayaa sharxu lcaqidati alwaasitiya haddiiba laga yimaado alashaacira walmaturiidiya kutubtooda waxay ku tansiisinayaan qur'aankan xuruufta u saaxiibkii inay qabaan inuu makhluuq yahay inay sidaas qabaan ayay markaa tansiisinayaan oo ay halkaa waafaqsan yihiin markaa qolyaha muctazilada
inaanay isku khilaafsanayn qur-aankan xuruufta u saaxiibkii inuu makhluuq yahay inaanay isku khilaafsanayn. sidaas awadeed yacni marka Bayjuuri sharaxiisa marka isaga jawharada uu ku sharxayo tuxfatu muriidka waxa uu ku odhanaya waxa uu odhanayaa والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم وحاو سيدا كوري تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد أي بيجور كورنا يا صفحة شن يسقاشا أي كغطالة طبعا دار الكتب العلمية ee la daabacay 1416 hijriyada waxa uu tilmaamayaa inay mumtanic tahay inay suurtoobi karin la yidhaah qur-aanku waa makhluuq mooyaane waqti tacliimeed in la joogo wax halqad cilmi haddii la joogo dadku waa loo sheegi karaa guli oo waa la odhan karaa qur-aanku waa makhluuq kan la akhrinaya ee xuruufta u saaxiibkay ee carabiga ah laakiin haddaan maqaamu tacliim aynay ahayn faham qalada in laga qaato oo la moodo macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan inay makhluuq tahay si aan loogu qaadan waa inaan dadka loo sheegin inuu makhluuq yahay marka waxay kala saarayaan macaanida ilaahay daatadiisa ku jirto ay leeyihin waa kayru makhluuq iyo inay leeyihin qur-aankan carabiga xuruufta u saaxiibka oo ay leeyihin waa makhluuq ay leeyihin sidaas awadeed ayaa qur-aankan marka waxay barbar dhigayaan yacni makhluuqaadka qaarkood bay odhanayaan iyamaa fadli badan ma qur-aanka fadli badan mise makhluuqa makhluuqaadka qaarkood sida nebi maxamed oo kale sala allahu alayh wasalam oo waxa uu soo naqlaya tuxfatu lmuriidku safxadda aynu hadal ka soo naqleen safxadda ka horeysa hadal isweydiinayo ah nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo qur-aanka iyamaa fadli badan yacni qur-aankan markaa carabiga ee xuruufta u saaxiibka ah iyo nebi maxamed iyamaa fadli badan markaasuu odhanayaa walxaqu annahu sala allahu alayh wasalam afdalu لأنه أفضل من كل مخلوق يعني سيداس أيوه حوية يعني كل شيء صفحة أفريا سقاشا كان حروف تقول صاحب ك عدة إسكالة إلى مركة إلى هذا كلام الله ما هو عبارة عن كلام الله إياها الضبالة وقوة حضلي أفر قول بيكلي أشاعر ذو كتب توضينك وطالع يما تريد أفر تقول بيكليين ay soo naqliyeen waxay tahay waa in la yidhaahdo hadalkan waxa iska leh oo ku hadlay oo xaqiiqatan ugu hadlay oo u leh nebi maxamed sala allahu alayh wasalam taasna waxay noqonaysaa qur-aanku inuu yahay kalaamulbashar oo waxay waafaqaysaa hadalkii mugiiratu bnu yacni markaa shucba hadalkii u ah waxaan leeyahay cafwa waxaan ujeedaa alwaliid ibnu mugiira hadalkii uu yidhi in hada ilaa qawlu lbashar taasay waafaqaysaa alwaliid yani marka ibnu mugiira hadalkii uu yidhi in hada ilaa qawlu lbashar bay waafaqaysaa oo hadalka uu sheikhu inoo tilmaamay inuu kufri ay tahay qowl kale waxay leeyihiin maya kan waxa weeye xuruufta u saaxiibka waxaa ku hadlay nebi waxaa ku hadlay marka jibriil baa ku hadlay oo waa hadalkii jibriil labaduba waxay daliishadeen labada qowlba إنه لقول رسول كريم لبدا آيات من سورة التكوير كجرت من سورة اللحاقة كجرت قبل كصد حد وإلا إلى ذا إلهي بأبورا اللوح المحفوظ كو أبورا لأن اللوح المحفوظ كي لغو أبورا لك سود الشيء قبل كأفران دو إلا يما يهوذ كو أبورا مارك أفرتا قول بي كليه أفرتا قول أي كليه waxa uu odhanayaa marka afartaa qowl bay kala doordoortaan oo qolaba qaar bay mid bay arjaxaan Bayjuuri oo kale wuxuu arjaxayaa Bayjuuri tuxfatu lmuriidka sharxu jawharaha waxa uu arjaxayaa inuu markaa ilaahay lowxul maxfuudka ku abuuray waxa uu yidhi waqad udiifa lahu tacaala kalaamun lafdiyun kalqur'aani fainahu kalaamu llahi qatcan sale muxuu uga jeeda erigaa fainahu kalaamu llahi qatcan bimacnaa annahu khalaqahu fi lowxi lmaxfuud isagii baa fasiraya wuxuu uga jeedo wuxuu yidhi macnaha ka tilmaamaya kalaamullaahi qadcan waxa weeyaan lowxul maxfuudku ilaahay ku abuuray
لوح المحفوظ كايو كابر سارة وحاو كوشاق تحفة المريد كشرح الجوهراء صفحة صدح إيا التوضبات مركا وحاوية سلاس أيو مركا الشيقاي بيجوري ترى قرآن ما تريد مردان تا قرآن ما تريد لفتيد مردان تا سلا أي شيقان سلا مدى الشيقية قرآن الضحاوية مركا شرحين كم مدى حنفية وما تريد ومقعيس ليلاغ عبد الغني الغنيم الميداني الحنفي أردن تايو حوية قرنكي هورة كن يالله بقول يا سيدة يا سقاشن كي مركي هجرية دواهي أيا وحكورنا يا مركو هالكان شرحي وهو كلام الله الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى المنافية للسكوت والآفة وليس بحرف ولا صوت ليس بمخلوق ككلام البرية المؤلف من الحروف المشتملة على الأصوات وقوله ليس بمخلوق خبر لقوله إن القرآن ولذا جعلت قوله كلام الله تفسيرا للقرآن وإن كان الأقرب أن يكون الخبر أن يكون هو الخبر لما نقل السعد الداني في شرح العقائد عن الأشياخ ومركة مشايخ دي مركة ما تريد يده في شرح العقائد عن الأشياخ أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف بين الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلا وعنادا وحوصا كورونا يا مركب إساقا شرح الضحاوية صفحة سداد إيو لحدة العلم بضان وهراء النسبية إن يقبان قرآن كان مركا عربي حروف تو صاحب كين ومركا مخلوق يا عين الرميسي وحكم إذا وحوي ابن قدامة المناظرة لأهل البدع في القرآن رسالة السلام إلى قيم كا يكمر كالتلمامية وإن حوية اعتقاد سيئ القرآن كان حروف تو صاحب كا عربي كا إن مخلوق يا إن يقبا أي كشيري أو كسر نقلني لكن حوية سيدة بضن اعتقاد كوذا إن قريان وإن مركا سيدة بضن أين عطيسا عين كاس يدا أبو تلمام وقت يدا قار كود بوحورانا يا waqtiyada qaar kood buu xoranaya waxay ii sheegeen mid ashcari aan munaadaroonay buu oranaya markaasan dadna waxaan ku yiri ama salaada quraanka isla soo qaadnay dadna markaasan waxaan ku yiri ma laba quraan bay leenahay wadiga wax kala saaray oo maxaa dhibe ku sugan buu yiri leeyahay laba quraan bay leenahay maxaa dhibe ku sugan hadaw markii aan ka sheegay ad iyo aad buu karaayeystay hadalku aniga gaarkay ugu lahaa ha yaani aad buu diido u karaayeystay waxa uu ibnul qudama oranaya ويقرون كلهم أشاعرة الشيخ بأن هذا ما يوحي الشيخ علماء كالوردا ويقرون كلهم بأن هذا قول الله وعند الأشعري ليس هذا قول الله وإنما هو قول جبريل فكان ينبغي لهم أنهم يقولون قال جبريل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكوا آية سلسا لازم إيسا إن نوران قال الله تعالى يا أيدادان قال جبريل سلسا مركا لازم إيسا waxaan xasuustaa ber dhowr iyo sideetankiya ayaa oday ka mid ah marka odayaashii wadaadada ahaa ayaa waxaanu ka maqalay oo nagu yiri inamadan dhalinyarada ah ee marka odhanaya marka ilaahay wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri ma fahmaysaan idu jibriil baa hadalkan ku hadlay burcay arrintaas ka dhacday marka waxa weeye in fara badan ictiqaadka marka ashaaciro ay ka qabaan mas'aladan ma garanayaan قاركود قرن يانا ما تصريحين كرا يانا ما عطيسن كرا يانا ثم إنهم قد أقروا أن القرآن كلام الله غير مخلوق فإذا لم يكن القرآن وهذا الكتاب العربي الذي سماه الله قرآنا فما القرآن عندهم وبأي شيء علموا أن هذا أن غير هذا يسمى قرآنا هذه وآد بور الدين يعني مركة ورسالة هذا قيمة رسالة هذا مركة لإلى هذا حكاية المناظرة أما المناظرة لأهل البدع في القرآن أو قري مركي سلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أردن تاي تاريخ الهجرية دو مركي هايدي لح بقول يلا باتنكي هجرية دا يعني كتب تي سفيقي كان وكتب تمركا لا اعتماده مذهب تحان حنبريا له اعتماده أو كم دي هاي مغنيه ابن قدامة مغنيه هو كتاب كويري شيخ اللي يلا دو مركا عز الدين بن عبد السلام لبا كتاب إلا عن هلاي فتوى مناسب إيمان نقونا نيدا يدوك محسنين لبدا كتابوها اللبدين ومركي ساحن ومغنقة إيو
محلها محلها ابن حزم قري يمغنقة ومركا ابن قدامة قري وكتاب قيم فقه كتاب الله من اللقم ألفين مركا كتب ظن اعتقاد إليها ابن قدامة وحان كم إذا حكاية المناظرة وحكم إذا لمعة الاعتقاد وحكم إذا كتاب العلو كتب ظن بألفين مركا على كل حال يعني كتاب كاسوا قيم وكتاب مفيدة مركا مسألة ذاكو سابسا وحيالها أي عسكذين قل يا هورنا يا وحوي يا قرآن كان عربي هو مخلوق أما هو جبريل هذا الكي أما هو محمد هذا الكيس أي لهذين وحكم إذا إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم نلبا يضوض ولبا سرادو كالدوان ويان مدبا وحلوغة شيدي من رسولك بشرك أهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن لو تشيدي من رسولك ملكك أهي جبريل لو تشيدي إنه لبدا ومركا هذا الكودي أن يقب بلوذين ونقضه أن تبليغ نما الله أقول نسبين وحا الله أقول نسبين أي تهي هذا الكودي حقيقة إنه يهي نمسر توبي كرتو وهي الفعل الواحد لا يقع من فاعلين وحيث أي فعل ككلي لوفا علو كالدوان كما كالدعو قول ككلينا لبقى إلو كالدوان وأن متكود ككلمر كأنو الدبقلين أمد والب حقيقة ويهي إنه ساقب بلوذي هذا الواحد وأنا مركا ويهي ومركا مسورة قالها مركا لبدا بأنه هذا النقض أنا مسورة قالها أدي لبدا نوكرو إنه هذا الكيلة هي هي الشيقة إيسانة واجرته وحي أي معتزلية أهل السنة يسكوها هي إن معهاي يعني معاني الإله إذا تدي سكسه قال ما مخلوق با مثل مخلوق معه وحي يسكوها هي القرآن كني حروف تأصاحب كي مخلوق ما يهي مثل معه معاني ذا مركا كلام الله أسأل أرطين وحلوك إذا كان حروف تأصاحبك أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه كلام إلهي بالله ما قعب وحي تحريفين يا الميلهي معاني ذا تدي سكسه قم بيعي سوحي هذا الكلام مسموع حروف أصاحبه مصورة قالها يريدون أن يبدلوا كلام الله وآياتك لإلهي وحي دوني هذا الكيله إنه بدلان ما وحلو قد شهد معاني ذا إلهي ذا تذي سكوت شرته بأي دوني إنه بدلان مايا وإن أحد من المشركين استجارك فأجنه حتى يسمع كلام الله معاني ذا إلهي ذا تذي سكوت سبب المغلى يمياء وكلم الله موسى تكليما إلهي موسى ولهضلين لهضل قول لهضلين لهضل قول لهضلين ما أخبر كرتين لإلهي ذا هضل ومغلى يؤبورا وحي علماء الصور نقليين إن المصدر إذا أكذ بمجاز إذا أكذ بمصدر انتفى المجاز قطعا هذه مركة فعلك يعني لقو أكذ مصدر إذا تكليما وكلا مجاز وحي للرجل مشى وكبحا حقيقة إنه أي هذا الكيلاهي أي مركة تعينيس أدلة بضنبا أنا إنو شاقيسة إنه القرآن كان كلام كيلاهي هاي أدلة إنه الشيخ إيسان وابضان تاي بعض قاعد إنه الشيخ نينا وكمد أما مركة وحوية آيات إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بالضنين وحي آيات كعادها إن جبريل لو تشيده ويدي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هل كاس الوادعية وجبريل كالوادعية قوضنا القصفين ذو مرة فاستوى مركز لا ساود جبريل باتال لغتشلة آية كلا إله يحر إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين سياق آية أبلا قادنا يا إلا قتشلة حق إلهي إلا قسودتشي منزل إنه مركا إضافة ومحي وإضافة التبليغ وقارسين تأيد خلقي قارسين أيانا إلهي السوري بي أي اللغة إضافي اللغة تيري وما هو على الغيب بضنين وحلقات المامية وحيقة مذ يعني مركا يعني بخيل كوه هو عندك قارسين أين ماها بمعنى وحكم إذا قرين أي ماها بضنين وضاءنا والآخرين تراك السبعية بضانين مركا الآخرية أي بمتهم من ذكوته ميسانية معها وحكا لقدرية
وإلهي وحي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين مركا وحوائي حضران إلهي أوران جبريل كما الشيكر نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما الشيكر هديتها وحوائي يعني مركا هذا الإلهي هدي الله أمك عابي هذا الجبريل هذا اللي يئن أبوري أما محمد قهد الله يئن أبوري وحكا رأيس هذا الكستوعي قهد الله يسابورتاك وأبوري إلا إلا هو كلام الله أما أحاديث نبي قهد الله إلا إلا هو كلام الله إلا إلا باعتبار إلهي بأبوري هذا الكتاب كرك قهد الله إلا هو كلام الله إلا إلهي بأبوري وحسن ووح باطلا صورة كلاي إذا وحد تعيون إيسا نصوص وحوية قرآنك يعني سيدة ظاهر كذا للغقات وحانا مركا يعني نبي صلى الله عليه وسلم مركا وشاقي فضل كلام الله هذا الك مدنانشاه وكليه هذا الك إلهي هذا الك بني آدم كفضل وكليه سيد وقم ذيه وسيد إلهي مركا وقم ذيه فضل وكليه خلق جيسا سيد أصوك لي لم يتحي حديث صحيح أساس بسعروري معنى أصوك لي مركا كلام عقلات وحيسوها فقصانتا هاي وحي لما قل هي حروف الصاحبة إن كلام لا إله سيدا سيدا با عقلات وحيسوها فقصانتا كتحدي ذا لغو السمين يمد لمد لك علي لغو يدنا وحوها كامركا إساقا حروف تاو صاحبك اي معاني ذا إله إذا تدي سقصوغا تحدي لغو ما السمينين تحدي لغو ما السمينين مركا وحوية ومسموع مركا ولما قل هي هو مركا يسقى محفوظ هو الله حفظيا يعني هو كلام كإلهي وحقيقة ويا كلام حفظيا لما مقليا مركا قرآن كالآخرين لكن صوت كاد مقلي سوى صوت كي قارقة جبريل لكن صوت كإلهي يقول مقلي نبي موسى مركو إلهي لحظ لي صوت كإلهي يقول مقلي لكن إنه وحا إنه مقلينا وهذا الكي إلهي وحروفته إنه مقلينا إلهي باكو حظ لي لكن صوت كأنه مقلينا وصوت كي قف كان قارقة وحخرنا عد كيسي إن الذي في المصاحف مثبت بكلام إن الذي في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول رب آيه وحروفه وميدادنا والرق مخلوقان ابن القيم با وحورنا يا قول في شاعر كي يجيب أن الشافية قحطان بوشيغية مركو يري إن الذي في المصاحف مثبت كمصاحف تلغص بي بأنامل الأشياخ والشبان دعمها مركيسة أضياشي أن لن يرد بالغقري هو قول ربي آيه وحروفه هو قول كإلهي آيه معنه حروف تيسو وهذا الكإلهي وميدادنا خد كان يورق مخلوقان يورقها يحاشيها يقري لك ومخلوق خد كان الغقري ومخلوق حاشي الغقري ومخلوق كلا قريا لكن حوي وهذا الكيلاي وحقيقة مجازا هرما سيدا سيدا أي مركب هذا الكيلا ذي المركب كلام كيلاي وشيء واحد وما تبعوضه علماء أهل السنة وابريل سيدا شارحة تحاويضه بمركب الشديد أو شيخ ليلا ذا أبو النصر سيجسي أيا وحو يري أشاعر ذا قاربا ويديا وحنكور ما اعتقاد سنتي موسى إنو هذا الكيلاي مقلي marka soo yiri marka waxa weeyaha wuxuu waan garanayaa in raayigaaga kalaamka nafsiga in aftaada mustaxil baa ka tahay halka ilaahay la maqlaayo inay suurtoobi karin in la maqlaabo inay dhici karin way waa macna nafsiga laakiin waxa weeye ka soco saw marka ma iqtiqaadsan in waxa weeye hadalka ilaahay uu maqlay asmi'a kullahu am ba'dahu madamaan tiiba hadalka ilaahay maqlay mise bartiiba maqlay markaas uu yiri maxaad uga jeedaa iska dhaaf buuri waxaan uga jeedo adigu waxaad ixtiqaadsan tahay ka warra hadalkii ilaahay oo dhan miyuu wada maqlay mise bacdi ka midu maqlay markaas uu hadli waayay markaas aan ku yiri haddii aad tiraahdo hadalkii ilaahay waa wada maqlay waxa weeye waxa ka dhalaysa muuse qaybka inuu og yahay waanad gaaloobis oo ilaahay kalaamba inaanu usugnay هدو سبيا أول أو آخر وحكفة كذين أنو تشيرين رمان إنو وضم قلاك الرأس تاسن إنو غيب كأقيا هاي باك اللازم إيسا هو كفر
haddaad tidhaahdo bacdigii buu maqlo, bacdi baanu maqal. waxaa markaa kugu kaa furaysaa xujadii aad lahayd waa waaxid oo ma tabacudo, oo aad tidhi ciddii tabciid geliso waa qaybsami karaa. aad tidhi aad gaalaysiisay inuu waxa weeye yacni siduu nusuusta kaaga xaqnimo badnaa, inuu waxa weeye caqligana yacni kaaga xaqnimo badayo kaa waafaqsanaan yahay, kaa waafaqsan yahay baa laga qaadanaya. markaasuu dabeed marka isaga xad markaa iga gambaday buu yidhi masalahaasi waxay u baahan tahay taamul iyo ufirsi ayay u baahan tahay, wax jawaaba iyo celi buuri. shaarixa taxawiyadu waa sheegaya, laakiin sheikhu yidhi u nisbayn maayo. yacni sheekha abu nasri sijsi la yidhahdaana marka isaga kutub buu alifay, kutubta waxaa ka mid ah kitaab la yidhahdo araddu calaa man ankara alxarfa waalsawt, kitaab qayima weeye, fawaaid aad u fara badanna laga soo noqriyo, waa matbuuc, waa la daabacay, isagoo markaa daaru raaya ayaa daabacday. calaa kulli xaal, yacni mas'alada ku saabsan kalaamka waa dawilatu dayl. istidlaalaadka muctaziladu ay daliisadaan waa istidlaal saaqida, waxaa ka mid a inay yidhahdaan waa majcuul qur'aanku, shay kastoo majcuulina waa makhluuq, inaa jacalnaahu qur'aanan carabiya. istidlaalkeedu waa yacni jawaabteedu waa iska fududdahay, oo qur'aankii ilaahay waxau yidhi alladiina jacaluu lqur'aana cidiin, inaa jacalnaahu qur'aanan carabiya, wax kastoo majcuuli inuu markaa makhluuq yahay laga qaadan maayo. jacala marna khalaqaa loo isticmaalo hal mafcuul bay qaadata, marna waxaa loo isticmaalaa ictiqaada iyo yacni marka isagaa sayara iyobaa loo isticmaalaa, laba mafcuul bay markaa qaadata. waqad jacaltum allaha calaykum kafiila, haddaad tidhahdo wax kastoo majcuuli waa makhluuq, maxaad ka odhanaysaa waqad jacaltum allaha calaykum kafiilan, maxaad ka odhan? ma waxaad odhan allahna waa makhluuq baad odhan miya? waa arrin baatil ah. markaa jacala haddii laba mafcuul la siiyo makhluuq, markaa khalaqa markaa lama micno aha, hal mafcuul marka la siiyey markaa lamid tahay khalaqa, wajacala adulumaati waannuura oo kale. laakiin laba mafcuul haddii la siiyo waxay noqon kartaa bimacnaa ictiqaada, waxay noqon kartaa bimacnaa sama, waxay noqon kartaa bimacnaa sayara, erayada noocaasay la micno noqon karta. markaa sidaas aawada waa istidlaal baatila weeye. calaa kulli xaal, yacni marka adilada inoo tilmaamaysa kalaamka ilaahay waa badan tahay. ahlu sunna waljamacana waxay qabaan qowlka sagaalaad ee shiikhu sheegay, yacni oo innahu tacaala lam yazal mutakallima idaa shaa wamata shaa wakayfa shaa wahuwa yatakallamu bihi bisawtin yusmac, hadal la maqlaayo, sawd la maqlaayo ilaahay ku hadlaa, oo ciduu doono khalqigiisa ka mida uu maqashiinayo. wa anna nawca alkalaami qadiimu, nooca kalaamku waa horreeyey, wain lam yakun sawtu lmucayanu qadiiman, waa qadiimatu nawci xaadisatu laaxaad, waataynu sheegnay. wa hada almasuuru can a'imati alxadiisi waalsunna, waa ka laga soo naqliyey wey. waqtigaa dhacay sidaas aawadeed halkaas aynu ka qaadi doonaa insha allah.